طارق خيري المدير الفني لكرة السلة رجال في النادي الأهلي، الفريق الأول في لكرة السلة في النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن طارق. الو، كابتن طارق مساء الخير، مساء الخير يا كابتن محمد. أهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا يا كابتن طارق، وعايزين نتعرف على رؤيتك، رؤية حضرتك للموسم الجديد وتقييمك لمدى الاستفادة إن شاء الله أو التأثير اللي بتتوقعه فنيا على الفريق من انضمام الصفقات الجديدة سواء الرباعي المصري أو اللاعب الأمريكي. لا ان شاء الله احنا اتعملنا صفقات جديده للموسم الجديد او دعمنا الفرقه باربع لعيبه، اتمنى ان شاء الله يكونوا هم قد مسؤوليه وقد الفانيلا الحمراء ويبقوا اضافه لينا للفرقه. دايما بكرر الكلام دوت، انا الحمد لله رب العالمين الفرقه اللي عندي فرقه كويسه، والتدعيم اللي جاي يكمل على اللي موجود، عشان برضو ما نفلس حق الناس اللي موجوده بقى لها ثلاث سنين دي محققين حد دلوقتي 5 بطولات من 9، فلازم يبقوا برضه واخدين حقهم او ناخدش حقهم ان شاء الله يبقوا اضافه لينا للموسم. انتقالنا اليوم جه على حسب احتياجنا للبوزيشن، جايبين اكثر من بوزيشن من الاربع لعيبه. بالنسبه للمحترف احنا بقى لنا شهر وشويه بندور على محترفين، بنستقر وبعدين المواضيع بتختلف ماليا او العروض اللي بتجيله ارقام ابعد من عندنا بكتير، فبتجيله من حساباتنا، فبنقعد فتره طويله قوي. اللي احنا خسرناه دوت كان جالنا من فتره مش قليله، اكثر من شهر ونص، كان في كلام عليه، حد كان عارضه علينا من الايجنت، هو عجبنا، بس برضو بندور على اكثر من واحد. احنا جانا حوالي 50. ايه مميزاته في المباريات اللي تابعتها او اشرطه المباريات اللي تابعتها لتقييم مستواه يا كابتن طارق؟ ايه اللي بيميز اللاعب الامريكي الجديد المنضم للفريق؟ حاجتين والله، هو راكب على شغلنا، انا عندي احساس ان هو راكب على السيستم الهجومي بتاعنا، السيستم الجماعي، زائد ان هو كانديفيدوال كسكورر، هو راجل سكور، بيقدر يجيب سكور، ودي مهمه قوي. اللعيب يجي برضه المحترف ده يبقى اضافه داخل، او زي ما بيسموها كده بالبلدي، ان يبقى داخل لك لعيب انت ضامن ان في سكور معين معاه بتضمه على مدار الجيم. ده واحد. الجزء الثاني الجزء الجماعي، يقدر يشتغل في سيستم جماعي، بيبان بقى من الماتشات اللي بيلعبها، الاسيست بتاعه، انه بيلعب تو مان زي هو والراجل الدريبلر، يعني دي حاجات بنتفرج عليها مع الماتشات، بنقطعها وبعدين نبدا نقيمها. الحاجه الاهم واللي خلتنا ناخد فيه قرار، ان مدربين كتير قوي في الدوريات اللي لعب فيها في الوطن العربي كلهم بيشكروا فيه، دي برضو حاجه ملفته. يعني لما تلاقي مثلا رجعتوا للريفرنسز بتاعت اللاعب في اجهزه فنيه كان تحت قيادتها. يعني احنا بنتفرج على هايلايت، وبعدين نتفرج على ماتشات، وبعدين نتفرج نسال بقى عليه في الدوله اللي لعب فيها اخر سنتين. يعني مثلا سالنا عليه في قطر 6 مدربين مصريين هناك اللي كانوا ماسكينه واللي كانوا بيلعبوا ضده، الناس شكرت فيه. اللي بيتفرجوا على الدوريات نفس القصه. حتى الموسم اللي فات لعب في البحرين، فبرضه ناس كتير قوي بيشكروا، ودي برضه حاجه ملفته، ان 5 6 مدربين يقولوا نفس الكلام على نفس الشخص، بتبقى حاجه برضه تخليك انت صح او انت الاختيار موفق. دي كانت مهمه. الحاجه الاخيره، ان انا بيجي لي لعيبه كتير قوي وممكن تبقى بتلعب في دوريات اعلى، انا عاملين حاجه كده، ان انا اللعيب اللي انا خلاص ده مرتاح له نفسيا، او شايف ان هو اللي احنا اخترناه دوت ده حطه كده في بلان لوحده، واي حد بيعجبني بحط الاثنين جنب بعض على 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 2 لابتوب، واقعد اتفرج على الاثنين بعد ما نقطع، احس ان انا ميال ناحيه دي، كل ما الاقي حد كويس اقارنه بيه. هي دي الفتره اللي طولنا فيها لحد ما استقرينا عليها، لحد ما تاخد وقتك في التاكد من صحه قرارك ان ده افضل اختيار. بالظبط. طيب كابتن طارق، بصراحة أولا شيء جميل ومحترم جدا، حضرتك بدأت كلامك بالشكر والتقدير لنجوم الفريق وما أنجزوه في المواسم السابقة، وإن اللي جاي يكمل على مجموعة أصحاب كفاءات عالية جدا. هل دي بتبقى مهمة صعبة أمام الجهاز الفني مع وجود نجوم جدد وصفقات جديدة سواء لاعب مصري أو أجنبي منضم للفريق؟ إزاي تعمل حالة التجانس وتوصل التناغم بين الفريق بأسرع شكل لما يرضي الجهاز الفني؟ ما حسيتهاش لحد دلوقتي في الوضع الحالي، لان احنا اولا كل اللعيبه اللي بتيجي تقريبا، انا وشريف واسلام علي ومعانا دلوقتي احمد الجناح، قريبين جدا من اللعيبه اذا كانوا صغيرين او كبار. احنا مش بعيد قوي عن الشريحه بتاعه اللعيبه، ان انت مدرب قاعد في حته واللعيب قاعد في حته،
احنا تقريبا اللعيبه كلنا اصحاب وبنقعد في مدرجات وبنقعد نتكلم، فاحنا قريبين جدا من اللعيبه، فالحته دي مش بعيده. الجزء الفني احنا بيدوب بسرعه، لان احنا السيستم بتاعنا مش صعب، مش معقد، حاجات كلها انديفيدوال، يعني حاجات كلها سيستم جماعي، بيقلب على موضوع جزء منه فري بس فري فرول، يعني بعد السكرين بول مثلا الناس هتعمل روتيشن تروح فين، فالموضوع انت بتعمل له دريلات كتير قوي، فبيحصل التفاعل. انا ما حسيتهاش لحد دلوقتي، حتى المحترفين اللي جم في بطوله افريقيا هم جم حوالي 20، المفروض دي اصعب حاجه، اصعب مره. وفي الفتره القليله دي الصوت بس بعد شويه، انا مش سامعك بوضوح يا كابتن طارق. انا لحد دلوقتي انا ما حسيتهاش. انا كده سامعك بوضوح، اتفضل. يعني انا حتى الان انا بقول لك، حتى المحترفين اللي جم في بطوله افريقيا جم فتره قريبه جدا، مش بعيد، مش هيقعدوا معايا سنه. اندمجوا في الفرقه في المدى الزمني القصير جدا، فتره البطوله بس. لحد دلوقتي ما حسيتهاش، يعني ان هي حد يجي كتير. طيب كابتن طارق، ما فيش حد في الدنيا، جهاز فني لاي فريق في اي رياضه في العالم، يقدر يقول اتوقع او قاعد بنتائج، لكن بالفعل عليكم مسؤوليه لانكم انجزتوا الكثير الموسم الماضي، كنتوا موفقين، وده كان موسم حافل بالنتائج الجيده والبطولات، فده بيفرض عليكم مسؤوليه انكم تحققوا نفس المستوى واكثر. كابتن طارق، إلى أي مدى تتوقع أن يكون المستوى الفني أفضل في الموسم الجديد بعيدا عن النتائج؟ هرجع للإضافات، الإضافات اللي اتضافت الحمد لله رب العالمين، تقدر تخلينا ننافس بقوة على كل اللي جاي. وإن شاء الله إن شاء الله يبقى نكلم عمر، يبقى إحنا موفقين السنة دي إن إحنا نعمل حاجة أحسن من السنة اللي فاتت. الحاجة الأهم إن هو الضغط ده موجود، بتكسب أو بتخسر، لأن النادي الأهلي لا يقبل إلا إنك تكسب. يعني دايما حسابات مجالس الإدارات والمديرين الفنيين بالنتائج. فبرضه أنت كده كده الأهلي لا يقبل بالمركز الأول، فأنت محطوط في دايما في الهيدك ده، أو في دايما اللعيبة عارفة الكلام ده، إن النادي الأهلي لا يقبل المركز الأول، ثاني مركز ملوش مكافأة، ملوش قيمة، هتتحاسب حتى مدربين أو لعيبة. فدي يعني اللي داخل حتى جوه الفرقة عارف النادي الاهلي هو داخل في حته مفيش حاجه اسمها تخسر او تبقى في جيم مش موفق، او الجمهور موجود متواجد دايما ورا ظهرك، اذا كنت كويس هيشكر فيه، اذا كنت وحش هتلاقيه فوقيك. فلا دي موجوده من غير ما نتكلم فيها بحكم ان النادي الاهلي كده. بشكرك جدا المشاركه معانا في الحوار كابتن طارق خيري، المدير الفني للفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، وان شاء الله تكونوا موفقين وتكون اختياراتكم لها انعكاساتها الايجابيه.